من زمان جدا واخبار وحياه الفنانين بتكون ماده دسمه لكتير من الاشاعات، مش في مصر بس لكن في كل العالم. دايما هتلاقي المشاهير والفنانين بيطلع عليهم اشاعات، فلان اتجوز، فلانه اتطلقت، فلان مات، فلانه عيانه وهكذا. ويمكن كلنا تقريبا تابعنا الايام اللي فاتت الاشاعه السخيفه اللي طلعت على الفنان الكبير عادل امام، واللي كانت بتقول ان هو مصاب بمرض الزهايمر. وبما ان الاشاعه دي كانت بتتكلم عن فنان كبير جدا، فطبعا انتشرت بسرعه كبيره جدا، لدرجه خلت اسره الفنان عادل امام تطلع ترد عليه في اكتر من برنامج واكتر من جورنال. ولكن الاشاعه تنتهي؟ ابدا، فضلت مستمرة ومكملة لحد ما طلع الفنان عادل إمام بنفسه في تسجيل صوتي وقال فيه إن هو كويس وإن هو ما فيهوش أي حاجة وإنه قاعد في بيته مع أسرته وأحفاده وكمان بيستمتع بوقته. وطبعا الإشاعات اللي من النوع ده كتيرة جدا، وكلنا برضو تابعنا خلال الأيام الأخيرة الإشاعات الكتيرة اللي طلعت بسبب طلاق فنانين. السؤال اللي احنا جايين نناقشه النهاردة هو ليه ومين السبب وإيه الفايدة لما نقتحم الحياة الشخصية لشخص مشهور ونقول عليه أخبار غلط؟